تعرف تستريح، حاول تستريح. اقعد مكانك على طول، اقعد مكانك. تفضلوا استريح. الإخوة اللي واقفين دول اتفضلوا. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين وسهرة سعيدة وكنيسة مجيدة وشبابها وشابتها بيفرحوها وبيزينوها وأبائها وشمامستها بيفرحوا بالكنيسة الجميلة الحلوة اللي بتدي صورة عن قوة الكنيسة في شبابها وفي شاباتها وفي ارتباطهم القوي بالحياة الكنسية وبالحياة الروحية. من فضلك حاول تقعد لو سمحت، تفضل اقعد. واحنا بنسبح وشخصية أمنا العذراء مريم هي الشخصية المحورية في كل التسابيح، بنيجي نسأل سؤال ونقول من فضلك بنيجي نسأل سؤال ونقول إزاي تكون حياتنا روحية؟ إزاي تكون حياتنا كنسية؟ إزاي تكون حياتنا صح أمام مسيحنا وإحنا في حضن الكنيسة؟ وعايز أذكر قدامكم دلوقتي لمحة من لمحات كنيستنا الجميلة، وهي بترسم قدام كل واحد فينا خريطة طريق لحياته. احنا كلنا شباب وشابات وعايزين نعيش لربنا وعايزين نخلي قلبنا حلو قدام مسيحنا. بتلاحظوا ثلاث كلمات بيتكرروا كتير في كل تسابيحنا وفي كل مدايحنا، كلمه كيرياليسون وكلمه الليلويا وكلمه امين. وبتيجي الكنيسة في إبداعاتها في سهرة نص الليل وفي تسبيحة نص الليل، ولما نيجي ننقل من هوس لهوس نقول كده أمين الليلويا كيرياليسون، نرد نقول إيه كيرياليسون كيرياليسون. قلنا خمس محطات، أمين الليلويا كيرياليسون كيرياليسون كيرياليسون. اوعى تفتكر ان ده مجرد مرد او ده مجرد نقلة من هوس لهوس او من فقرة لفقرة، ابدا. ده الكنيسة بتحط قدامنا خريطة طريق، خطة لحياتك الروحية المظبوطة. والخطة دي مكونة من خمس درجات دول، أمين والليلويا وكيرياليسون وكيرياليسون وكيرياليسون. إيه السر؟ اتخيل كده ويايا، ومش عارف أنتوا صحيين ولا نايمين، مش سامع، طب بشويش أحسن أتخط. اتخيل ويايا كده هرم خمس درجات. نبتدي من تحت، كيرياليسون، اطلع درجة، كيرياليسون، كمان درجة، كيرياليسون، الليلويا وأمين. إيه الحكاية؟ أشرح لك الموضوع. قاعدة الهرم أول كلمة كيرياليسون. أوعى تفتكر إن الثلاثة كيرياليسون زي بعض، لأ، ده كل واحدة لها قصد.
أول واحدة في قاعدة الهرم بقول له يا رب كيريا ليسون ارحمني. وكلمة ارحمني هنا تساوي بالضبط كلمة توبني. أصل قاعدة الحياة الروحية في المسيح وإحنا في الكنيسة تبتدي بالتوبة. يعني إيه التوبة؟ يعني يا رب من فضلك خلي قلبي نقي. ما أنتوا كلكم عارفين الآية الجميلة اللي جت في إنجيل معلمنا متى إصحاح 5 وعدد 8، وكلكم حافظينها، بتقول توبة لأنقياء قلب لأنهم يعينون الله. ارحمني الأولانية يا رب ارحم، يعني توبني من فضلك يا رب، ساعدني ان قلبي يبقى نقي من فضلك يا رب، اديني قوة واديني نعمة عشان اقدر انتصر على الخطية، ساعدني. لان انا لو سألتك سؤال دلوقتي، افرض وانت خارج من الكنيسة بره لقيت السيد المسيح واقف، ايه اول كلمة هتقولها له؟ لو قعدت تفكر كده مش معقول هتقول له اهلا وسهلا شرفتنا الليلات، مش هينفع. ولا هتقول له مثلا يا ده احنا مشتاقين لك من زمان، اهلا وسهلا اتفضل عندنا. لا طبعا، اول كلمة هقولها المسيحي هقول له يا رب ارحمني، توبني، ساعدني ان قلبي يبقى نقي. العالم فيه حاجات وحشة كتير، وفترة الشباب ده هي بنتعرض لخطايا كتيرة. من فضلك ساعدني يا رب ان قلبي يبقى حلو قدامك، ساعدني كل يوم ان انا انقي قلبي، ساعدني كل يوم ان انا اطرد الخطية من جوايا، ساعدني ان انا اروح واعترف، ساعدني يا رب ان انا امارس سر التوبة جوه الكنيسة، ولما ابونا يحط الصليب على راسي تشيل خطيتي في صليبك وتمحيها، عشان أنا عارف دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطيئة. دي أول عتبة، أول خطوة. نطلع الخطوة الثانية، كيريا ليسون. طب إيه الفرق بقى؟ بعد ما تكون تبت أقول له يا رب أنا عايز حاجة مهمة منك، أنا عايز تديني القلب الرحيم. كيريا ليسون الثانية يعني اجعل قلبي رحيما. أصل على فكرة بيني وبينكم، الخطية تنشف القلب وتخلي الإنسان قاسي، وتخلي نظرته نظرة قاسية، وتخلي شخصه عمال يحكم على كل واحد، لا عاجبه البيت ولا عاجبه الكنيسة ولا عاجبه البلد ولا عاجبه حياته ولا عاجبه شبابه. لا، في الخطوة الثانية بقول له كيريا ليسون يا رب خلي قلبي لين، قلبي حلو. كلكم سمعتوا المثل ده، ادي شوية شمع وادي شوية طين، طلعت الشمس عليهم، الشمع يحصل له ايه؟ يلين، ابيض، يلين. محبة ربنا تخلي القلب النقي يبقى لين، قلب مليان رحمة. والطين لما تطلع عليه الشمس تنشفه. القلب اللي فيه خطية وتيجي له محبة ربنا ينشف. أصل الخطية مقسياه، زي ما كنا بنرتل دلوقتي في الهوس الأول، فرعون ربنا عمال يدي له فرصة واثنين وثلاثة وقلبه عمال ينشف، أصله قلب أسود مليان خطية معرفش التوبة إيه. الخطوة الثانية في حياتك تقول له يا رب خلي قلبي رحيم، خلي لي النظرة الرحيمة، خليني يا رب أعرف أشفق على كل شخص، خلي دايما حياتي كده فيها نقاوة الشمع وليونة الشمع، رحمتك يا رب تخلي قلبي رحيم. دي نمرة اتنين. نطلع كمان درجة، كيريا ليسون تالتة. كيريا ليسون التالتة يا رب ارحم أو يا رب ارحمني، معناها يا رب علمني أن أصنع رحمة، علمني يا رب أصنع رحمة.
هو أنت يا رب خلقتني في الدنيا دي وأبقى كده؟ أمال أنا إنسان يعني إيه؟ خليني أصنع رحمة. يا ترى وأنت شاب وأنت شابة في أجمل سن في حياتنا، في محبتنا لربنا، إن كان معظمنا بندرس أو خلصنا دراسة أو بنشتغل فترات العمر الجميلة دي، يا ترى بتعرف تعمل رحمة؟ يعني إيه تعمل رحمة؟ يعني بتعرف تنفتح على الآخرين، ولا عايش في أنانية، ولا يلا نفسي؟ عايز أقول لك حاجة مهمة، الزمن اللي احنا فيه يا شباب ويا شابات للأسف تستشري فيه الأنانية. الأنانية، كل واحد يلا نفسي. طب والناس، الناس اللي محتاجة أعمال الرحمة، أعمال المحبة، أعملها إزاي؟ يا ترى في حياتك في أعمال رحمة؟ يا ترى في حياتك بتعرف تصنع الرحمة؟ من الحاجات الجميلة اللي نلاقيها برة كتير وعندنا موجودة شوية ثقافة التطوع، إن أنا أتطوع وأعمل خير. في بيوت كتيرة زي بيوت ذوي الاحتياجات الخاصة، زي بيوت المسنين، زي اللي عايشين على الهامش، زي البعيدين، زي اللي ملهمش صوت. يا ترى بتعرف تعمل رحمة؟ ولا أنت ربنا موفر لك الأكل والشرب واللبس، وربنا يخلي بابا وماما ويخلي أسرتك الحلوة وخلاص؟ يا ترى بتعرف تعمل رحمة؟ ده المسيح بيقول كده في آخر الأيام، تعالوا إلي يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ إنشاء العالم. عملنا إيه وياك يا رب؟ قال كنت جوعانا فأطعمتموني، وكنت عطشانا فسقيتموني، وكنت تقراها في إنجيل متى إصحاح 25. يا رب إمتى عملنا الحاجات دي؟ ساعة ما تعملها مع حد محتاجها، يبقى كأنك عملتها وياي، كأنك عملت رصيد من أعمال المحبة. عشان كده يا شباب، يا ترى فتحت حساب ويا مسيحك الحلو، والحساب ده ابتديت تحط فيه رصيد من أعمال الرحمة؟ يا بخت الشاب والشابة اللي بيخدموا، يا بختهم اللي بيعملوا أعمال رحمة وبيزودوا رصيدهم في السماء، وبيزودوا انفتاحهم على كل أحد ومحبتهم لكل شخص ولكل إنسان، واخدم كل حد محتاج أي شكل من أشكال الخدمة. ممكن تخدم بالكلمة الحلوة، ممكن تخدم بالابتسامة، ممكن تخدم بالوقت، ممكن تخدم بالجهد، ممكن تخدم بالخبرة، ممكن تخدم بالخدمة. المهم تخدم، اوعى تعيش لنفسك بس، اوعى تقع في فخ الأنانية. خليك ناصح. واحد، كيريا ليسون توبني يا رب. اثنين، كيريا ليسون اجعل قلبي رحيما. ثلاثة، كيريا ليسون اجعلني أصنع رحمة. نطلع نمرة أربعة. إيه بقى؟ نمرة أربعة إيه؟ قللوا يا، لو عملت الثلاثة اللي فاتوا تلاقي نفسك بقيت قللوا يا، بقيت مليان فرح، وصلت الإنسان اللي قللوا يا، والكنيسة اللي بتعمل كده بقت كنيسة اللي قللوا يا، والخدمة اللي بتعمل كده بقت خدمة اللي قللوا يا، خدمة الفرح، خدمة التهليل، تبقى مليان فرح. عارفين يا شباب ايه هو الفرح؟ اللي الانسان عمال يجري عليه ويقول لك انا ابحث عن السعاده. تقروا كده في القصص وتشوفوا في برامج التلفزيون، هو انت عايش ليه؟ يقول لك ابحث عن السعاده. السعاده هتجيبها منين؟ تفتكر هتجيبها من الشغل؟ ابدا. هتجيبها من الدخل الكبير؟ ابدا. هتجيبها من المنصب الكبير؟ ابدا. هتجيبها من أسرة
مجرد تكون أسرة؟ أبداً. السعادة لا تأتي، والفرح لا يأتي، والألليلويا الحقيقية لا تأتي إلا بالخطوات الثلاثة اللي قلناها قبل كده. كيرياليسون، توبني يا رب. كيرياليسون، اجعل قلبي رحيماً. كيرياليسون، اجعلني أصنع رحمة في كل يوم. ساعتها تشعر بفرح، تشعر بابتهاج، وتشعر زي ما الإنجيل بيقول كده فرح مجيد لا ينطق به. تشعر جواك كده. وعلى فكرة الحاجة اللي تبقى في إيدك يبقى لها قيمة كبيرة. بيني وبينكم في شباب، في شابات يمكن ربنا عاطيهم حاجات كتيرة، مقتدرين في أشياء كتيرة، لكن مش شاعر بسعادة. ممكن يكون بيدرس في كلية حلوة لكن مش شاعر بسعادة. ممكن يكون عنده إمكانيات، عنده مهارات، عنده قدرات، لكن مش شاعر بسعادة. السعادة يا إخوتي الأحباء لا تأتي إلا بالتوبة والرحمة وتقديم أعمال المحبة. خلصنا 4 خطوات، وصلنا لقمة الهرم. أمين، وأمين هنا تعني حياة الأمانة. كل الحاجات اللي فاتت دي ما تتمش إلا إذا كنت إنسان أمين واخد بالك على الأمانة. وكلكم حافظين الآية الجميلة اللي جت في سفر الرؤيا، كن. مش حافظينها ولا إيه؟ ولا نستوها عشان بالليل؟ ها، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك. خد بالك حاجة جميلة في الآية دي، نصها الأولاني على الأرض، كن أمينا إلى الموت على الأرض، لكن النص الثاني في السماء، فسأعطيك إكليل الحياة. في آيات حلوة كده في الإنجيل، نصها يبتدي على الأرض ونصها الثاني ناخده في السماء ونعيشه في السماء. كن أمينا إلى الموت. بس عايز أقول لك ملحوظة، خد بالك من الحكاية دي، كن بصورة شخصية. أصل أنت كشاب وكشابة وكإنسان لك نفساً واحدة، إن خسرتها خسرت كل حاجة. كن أنت، أنتي. وكن دي كلمة مفتوحة. وظيفتك إيه؟ سنك إيه؟ خدمتك إيه؟ عمرك إيه؟ جنسك إيه؟ مكانك إيه؟ زمانك إيه؟ كل ده كن. كن أمين في دراستك، كن أمين في عملك، كن أمين في بيتك، كن أمين في خدمتك، كن أمين في مجتمعك، كن أمين في وطنك، كن أمين في حياتك الشخصية. كن أمينا إلى الموت. قاعدة جميلة خالص. تعالوا أسألكم سؤال للشطار، هو لما نروح عند مسيحنا ويجي يسألنا إيه الامتحان اللي هيسألنا فيه؟ امتحان بسيط قوي، هيشوف درجة الأمانة عندك كان شكلها إيه؟ أمانتك في حياتك. عين الله ترى كل شيء، شايفاك. عين الله تلاحظك، تحميك. يا ترى أنت أمين؟ أمين في حواسك؟ أمين في اللي بتشوفه عينيك؟ أمين في اللي بتكتبه على الشات وعلى النت وفي الرسائل؟ أمين في مكالماتك؟ طب أمين في علاقاتك؟ طب أمين في نظراتك؟ أمين في يدك؟ أمين في قدمك تسيرك إلى المكان الذي يرتضاه المسيح؟ أمانتك شكلها إيه؟ كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. قمة الهرم، إكليل الحياة. دي اللي أنا قلته لمحة من كنيستنا وجمالها، وهي بترسم قدامنا نظام لحياتنا، نظام واضح جدا ما تقدرش تتوه فيه. توب
واحد. اتنين، خلي قلبي رحيم يا رب من خلال صلواتي وقراءاتي، من خلال ممارستي للأسرار المقدسة والتناول وعلاقتي الروحية. ثلاثة، اصنع رحمة من خلال خدمتك بكل شكل بكل لون. أربعة، عيش الفرح، امتلك الفرح وانقل الفرح لكل أحد. فالمسيحية هي ديانة الفرح. خمسة، اسلك في كل حياتك بالأمانة في كل المفرد. إن تبت تب بأمانة، إن اعترفت اعترف بأمانة، إن طلبت القلب الرحيم اطلبه بأمانة، إن صنعت خدمة وأعمال محبة اصنعها بأمانة، إن عشت الفرح عيشوا فرح صح، فرح بأمانة. وأخيرا، امتلك الأمانة كعنصر حياة في حياتك. وإحنا بنصلي وإحنا بنسبح وفكرك في السماء والكنيسة كلها بتهتز من أصواتكم الجميلة المرفوعة وصلواتكم وتسبيحكم المرفوعة، الكنيسة كلها بأبائها وشمامستها وخدامها وشبابها وشعبها، كل ده بيدينا كده لمحة صغيرة عن تسبيح الأبدية. وفي الأبدية هنعمل إيه؟ ما هو تسبيح، والتسبيح يخلينا دايما فرحانين. ولما نكون موجودين في السماء وحياتنا في تسبيح كامل زي ما بنقول كل التسبيح اللي بنرتلها في الليلة دي بتدينا كده مشهد من مشاهد الأبدية الجميلة. ربنا يحافظ عليكم ويبارك في حياتكم. وإحنا كده كل ساعة ولا ساعتين اوعوا تناموا، بقية الأباء يدوكم برضو تأملات كده قصيرة تفضلوا صحيين. اوعوا حد ينام. يلا تفضل. واضح طبعا انكم صحيين، بس انا مش عارف الابديه فيها تسقيف ولا ما فيهاش. انا مش عارف ما فيهاش.